أيضا يوم الغد تستكمل فيه بقية اللقاءات من الجولة 24 لعلى الأعين تجاه لقاء الفتح والأهلي، وهل يحقق الفتح لقب دوري جيل السعودي للمحترفين حينما يكسب المواجهة أم يتأجل الحسم، وتتجه الأنظار أيضا إلى مواجهة الفيصلي والهلال ويكون الهلال بالقرب من الفتح. الزملاء يقرؤون لقاء الفتح والأهلي. قمة الجولة 24 واللقاء المنتظر للجماهير السعودية بشكل عام ولأبناء المنطقة الشرقية بشكل خاص. الفتح يستضيف الأهلي في لقاء خطف اللقب الأغلى والأصعب دوري زين السعودي للمحترفين. ثلاث نقاط تفصل النموذجي عن اللقب وهي نقاط مباراة الغد. الفتح يدخل هذه المباراة وعينه على نقاطها والتي تعتبر حلقة الوصل لحلم طال انتظاره لأبناء الأحساء. وإن تكلمنا بلغة الأرقام فالفريق الفتحوي تكفيه نقطتين من أصل ثلاث ليتوج بدرع الدوري بقيادة المدرب الداهية فتح الجبالي، والذي صنع فريقا يصارع الكبار على البطولات وإدارة ذكية برئاسة عبد العزيز العفالك ولاعبين أبطال كان لهم الفضل بعد الله في تصدرهم للدوري. الفتح يحتل المركز الأول ب58 نقطة. الضيف الأهلاوي هو الآخر يخوض هذا اللقاء وهمه الأول والأخير العودة للمنطقة الغربية بنقاط المباراة، والتي إن خطفها من الفتح سيتساوى بها مع رابع الترتيب فريق النصر، حيث سيصبح الصراع على أشده في الجولات المتبقية لضمان أحد الفريقين مقعدا في دوري أبطال آسيا العام المقبل. قلعة الكوز سجل العلامة الكاملة في مشاركته الآسيوية بتصدره لمجموعته نظيرا للمستويات التي قدمها مع مدربه السيد أليكس، والذي يأمل في هذا اللقاء بإيقاف مسلسل الانتصارات الفتحوية. الأهلي يأتي رابعا في سلم الترتيب ب42 نقطة، فهل يفعلها النموذجي ويطير بالبطولة الأغلى في تاريخه، أم أن الأهلي يجبر النموذجي على تأجيل إفراحه للجولات القادمة؟ أبو عبد الله، مواجهة مهمة مرتقبة، الأنظر كلها تجاه ملعب الأحساء. الأمر متاح بأن يكون الفتح غدا هو البطل وبالتالي يتوج في أرضه وبين جماهيره، أم يفعل الأهلي وبالتالي يكون هناك صراع كبير ما بين الأهلي والنصر على ورقة آسيوية، ويقترب الهلال إذا ما كسب الفيصل وتكون هناك معركة في بطولة الدوري من جديد في آخر جولتين. قلت كل حاجة، أنا أعطيك إياها بتفاصيلها. سيناريو واحد واثنين. بالنسبة للفتح، أولا كفريق طموح، كفريق قدم نفسه بصورة جيدة، يفترض غدا أن تكون يعني كل مراسم التتويج حاضرة. متى استطاع أن يتفوق في هذه المباراة على أرضه وبين جماهيره يفترض أن يتوج، يعني ستكون ربما علامة استفهام كبيرة تجاه الرابطة وغيرها فيما لو استطاع أن يكسب الأهلي ويتوج ولا يتوج الفتح. ولا يتوج، أقصد الفتح، ولا يتوج على أرضه وبين جماهيره. في المقابل رؤيتي لفريق النادي الأهلي، لا أعتقد انه من السهوله بمكان يهزم اي فريق وليس الفتح، حتى ما ياخذوها الفتح انه ضدهم لو لعب مع اي من فرق الدوري، الفريق الثاني الهلال او الشباب او الاتحاد او النصر، في ظل المستويات المتجدده اللي قدمها فريق النادي الاهلي هو والفتح من افضل الفرق اللي تقدم نفسها بصوره جيده، والهلال وان كان يعطي مباراه جيده ومباراه لا يكون فيها جيدا، لكن اجمالا غدا ننتظر مباراه جدا حماسيه، مباراه نتصور مثيرة بين فريقين كبيرين هما الفتح والأهلي في هذا الموسم عندما تحدث عن الفتح. طيب كابتن حسن، المواجهة مواجهة تتويج في حال استطاع الفتح الكسب في هذه المواجهة، هي صعبة على الفتح غدا أمام الأهلي أم أن الفتح من الممكن أن يكسبها، أم أن الأهلي قادر على أنه يوقف زحف الفتح ويلحق هزيمة ثانية؟ الفريقين صراحه قادرين على حسم المباراه لانه يملكوا ادوات الحسم، يعني الاهلي صراحه عنده خط وسط وخط هجوم فعال وممكن من انصاف الفرص يسجل اهداف. اكبر دليل احنا لو نرجع لاخر ثلاث مباريات لعبها الاهلي مسجل 9 اهداف في ثلاث مباريات، معناته تقريبا كل مباراه بثلاث اهداف، يعني هذا معدل عالي بشكل كبير. صحيح. نفس الشيء نرجع لنقطة الضعف الفريق الاهلاوي اللي هي الخط الدفاع وحراسه المرمى، احنا شايفين اخر ثلاث مباريات مسجل 9 اهداف لكن ولج مرمى 5 اهداف، هذا برضو معدل عالي في تسجيل الاهداف اللي بتولج في 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 في, في, في مرماك.
العكس تماما في فريق التعاون، في توازن بشكل كبير بين الدفاع والهجوم بحكم الانسجام الكبير اللي موجود في الفريق، الانسجام بين الجهاز الفني واللاعبين، قراءة جيدة للجهاز الفني صراحة من خلال أغلب مباريات الموسم للفرق اللي بيقابلها. في كل مباراة في تكتيك معين، في سيستم معين لكل مباراة. فالفريقين صراحة بيملكوا الأدوات، يعني الكورة الثابتة في برونو من الأهلي، برونو سيزر، وفي إلتون في الأهلي، الناحية التهديفية كمهاجمين موجود سلمون في الفتح، موجود فيكتور اسمه ذا فيكتور وعماد الحوسني، تيسير الجاسم نفس الشيء في نادي الفتح، في ربيع الموسى وحمدان الحمدان، ربيع السفياني حمدان وربيع، يعني في ناس اللي بتسجل، ربيع السفياني معلش آسف، ربيع السفياني وحمدان الحمدان بالإضافة إلى إيلتون بالإضافة إلى سلمون، ففي العناصر اللي الحسم موجودة في الفريقين سواء في وسط الملعب صحيح. أو في المهاجمين في إنهاء الهجمة. لكن الاختلاف البسيط اللي موجود اللي هو أحيانا المبالغة الهجومية في النادي الأهلي وترك فراغات كبيرة في النواحي الدفاعية اللي هي يقدر يستغلها بشكل كبير نادي الفتح، اللي هو بيجيد الهجمات المرتدة بشكل كبير لأنه يملك لاعبين سرعة ويقدروا يخلصوا الهجمات بشكل جميل. سريع. فهذه النقطة الوحيدة الموجودة في النادي الأهلي. لكن لو رجع لكفة الفريقين وعوامل الحسم موجودة في الفريقين، فكل فريق قادر أنه يحسم المباراة وقادر أنه يفوز في المباراة، فحتى لو فريق فاز ما يكون في استغراب أو تكون مفاجأة لأي فريق يقدر يفوز في المباراة هذه. بعيدا عن المستوى الفني أبو عبد الله، هي مواجهة بطولة وبالتالي نقدر نقول احنا نتفق انه الفتح الافضل ولا الفتح رقم واحد في الدوري حتى الان وهو المتصدر، لكن بكره مباراه بطوله، هل سيكون لها ضغط خصوصا اذا ما صدقت الاقاويل والانباء انه هناك وعود جماهيريه كبيره في الحضور وحشد جماهيري كبير سيساند الفتح في مواجهه الاهلي، في ضغط من مباراه بطوله؟ ولا شك في ضغط، ولكن لدى فريق نادي الفتح الفريق الأزرق اللي كان متألق هذا الموسم لديه بصراحة جهاز إداري على مستوى كبير، واستطاع أنه يتعامل مع الفريق من بداية الموسم. عندما بدأنا مبكرا، يعني عندما بدأنا نراهن على الفتح، ربما كنت من أول الناس اللي راهن على الفتح أنه يمضي قدما إلى إحراز بطولة الدوري، كانوا يتعاملون حتى كلامي أحيانا ما كان ربما يعجبهم ولا يعجب الجهاز الفني لأنهم لا يريدون أي ضغوطات. لكن من كل المؤشرات المعطيات سواء تتكلم على العناصرية، تتكلم على الفنية، تتكلم على الإدارية، كلها تشير لأنه هذا الفريق كان قادر أن يمضي قدما إلى نهاية الموسم. تسأل غدا تقول لو طلب منك اختيار فريق من ترشح، رشحت فريق النادي الأهلي للفوز لمعطيات كثيرة، ولكن لا يعني أنه مثلا صالح الحمادي وعبد الله الفقيرة وحسن خليفة أو محمد النويس ورابطة المحترفين تتوقع أنه الفتح ما يفوز غدا، أنه لا تحضر بمراسم التتويج. إذا فاز غدا الفتح يفترض أن يتوج على أرضه وبين جماهيره، وإن لم يتوج أعتقد أنه هذا مدخل كبير على الرابطة، ولا نتمنى أن نشاهده بصراحة، لأنه من حق الجماهير الأحساوية، من حق الجماهير الفتحاوية. هم كان اجتماعهم في الأحساء أبو عبد الله. طيب الرابطة، يعني المفترض أنه الاجتماع هذا يعني يسر أمور كثيرة وجهز احتفالية الفتح في حال أنه كسب الأهلي. ممتاز. وإحنا كثيرا تحدثنا أنه حتى مباراة المنتخب، مع احترامي تقديري مثلا للمدن الكبيرة الدمام جدة الرياض، وش اللي يمنع المنتخب يلعب مباريات ودية أو رسمية على ملعب الشرائع، يلعب ولعب في الطائف أو يلعب في القصيم أو يلعب في الأحساء أو يلعب في غيرها إذا كان هناك ملعب يستوعب الجماهير؟ يعني المنتخب للوطن وأيضا الرابطة لكل الأندية، وبالتالي ينتظر ويفترض أن تكون متواجدة، واجتماعات حتى الاتحاد السعودي لكرة القدم يجب أن لا تكون دائما في الرياض، ربما الحكومة تجتمع أيضا في 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 جدة وفي الطائف وغيرها. مفروض أنه يعني لا يمنع أنه الاجتماع يكون في الخبر أو يكون في مكة أو يكون في المدينة أو يكون في الرياض. صحيح. وهذا مطلب، يعني مطلب جماهيري كبير ومطلب شعبي كبير. هي رسالة، هي رسالة إحنا هنا في البرنامج، وأكيد أنه كل الأندية والجمهور الأندية والمتابع للدوري، أنه في حال تحت خط في حال الفتح حقق نقاط مواجهة الغد، نتمنى أن يكون تتويجه على أرضه وبين جماهيره، مش الانتظار للجولة الثانية وبالتالي ما يتوج في مكة ولا في الدمام، أو ننتظر عودة الفتح ثم يتوج في مقر ناديه. هي مواجهة الغد، فاز فيها يتوج، ما فاز فيها يؤجل الحسم إلى أي مواجهة ثانية. بارك الله فيك، صلى الله وسلم. نعم.